افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض التوظيف العام والذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ونظرا للتفاعل الإيجابي والإقبال الشديد من المواطنين الباحثين عن عمل لحضور هذا المعرض، فقد قررت الوزارة تمديد فترة المعرض ليوم آخر لتسنى لجميع الراغبين الاستفادة من فرص التوظيف التي يوفرها هذا المعرض. رحلة من البحث تقتضي حصول الباحث عن عمل على وظيفته المثلى بما يتلائم مع مستوى الطموح والمؤهلات الأكاديمية. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختصر الوقت على الباحث عن عمل في إيجاد شواغر وظيفية عن طريق عرضها في معارض توظيفية وجدت أساسا لكل مواطن بحريني باحث عن عمل، ليطل علينا معرض التوظيف العام بمشاركة شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، حيث تقدم شواغرها الوظيفية في القطاعات المهنية المختلفة للراغبين في الالتحاق بها. اليوم عندنا أكثر من 1000 وظيفة معروضة أمام رواد المعرض، عليهم أن ينتقون ما يشاءون وبما يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم. هذا المعرض معرض عام يعرض جميع المهن في جميع التخصصات، لقى إقبال كبير، لذلك راح نمدد الفترة الزمنية المخصصة يمتد إلى بكرة إن شاء الله، بحيث أن نستوعب أكثر عدد من المتقدمين. سياسة المعارض سياسة من أنجح البرامج والفعاليات اللي جربناها، تجعل التوظيف يتم بصورة فورية والاتفاق يحصل بصورة فورية بين صاحب العمل والمتقدم أو الباحث عن وظيفة. تجربة ناجحة، سوف نعمل دائما على تطويرها للأفضل إن شاء الله. يشارك في المعرض 65 منشأة عاملة في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة المعروضة أكثر من 1000 وظيفة، نصفها مقدم من الجهات المشاركة من القطاع الخاص، والنصف الآخر منتقى من بنك الشواغر لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وموجه إلى المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية. كنت يوم من الأيام مقدم أحد الوظائف الموجودة في معهد المهن. إذا تكلمنا عن السنوات الماضية من 2004 إلى 2017، فالعام أنا كنت مشارك في هاي اللي هو يوم المهن، والحمد لله تم اختياري من وزارة العمل في مكتب وزارة السفر والسياحة، والحمد لله رب العالمين اليوم أنا أمثل الشركة في يوم المهن. هذا وتمت الإشارة إلى أن الوزارة وعبر حزمة من الحوافز والمزايا المشجعة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، تبذل جهودا مع شركائها الرئيسيين لصالح دعم توظيف المواطنين ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف، بالإضافة إلى جملة من الحوافز التي تسهم في توفير فرص تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل والارتقاء بهم وظيفيا من خلال التدريب على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق المستجدات ومتطلبات السوق، فضلا عن دعم الأجور، لا سيما دور القطاع الخاص الذي يعد شريكا حيويا في إنجاح مشاريع ومبادرات الوزارة التي تستهدف استقرار ونمو سوق العمل. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.